هاي هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الاسبوع اللي فات. حلقة اول الاسبوع حلقة دايما خفيفة لطيفة، فيها افكار مختلفة، فيها فكرة جديدة. يعني يلا بينا نبتدي واقول لكم عندنا ايه. الاول عندنا ايه؟ عندنا فراخ بالمشروم. فراخ بالمشروم دي اللي بنقول عليها بيكاتا الفراخ، صدور الفراخ، وبتتشوح وتعمل عليها بقى صوص لذيذ جدا. أكلة خفيفة وسهلة وبسيطة، ونقدر نعملها بصدور الفراخ أو حتى قطع شيش طاووق أو حتى قطع الفراخ اللي متقطعة شاورما، وتدينا كمية أكبر. أي نوع فراخ عندكم، بس تبقى فيليه طبعا وما تبقاش فيها ولا عظم ولا جلد، يستحسن يعني طالما أي حاجة فيها صوص يبقى ما فيهاش عظم وجلد علشان نستمتع بالطعم. عندنا إيه كمان؟ عندنا مكرونة. اليوم اللي تبقي مش عايزة تعملي فيه مكرونة بصوص، هقولك على طريقة كده أو تركيبة كده، كلها حاجات في البيت لذيذة قوي 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 تعملي بيها طبق المكرونة ده، وهتبقى ما فيهاش صوص بس بصوص. لذيذة لذيذة، ما فيهاش صوص بس بصوص. وعندنا كمان طبق بسبوسة بجوز الهند، ميكس ما بين البسبوسة والبسيسة والهريسة وكل الحاجات اللي شبه بعضها دي، وكيكة جوز الهند، عارفين الميكس ده؟ لذيذة قوي. إن شاء الله تبقى حلقة لذيذة وخفيفة وتنبسطوا بيها. هنطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في أي حتة. رجعنا من الفاصل وهنبتدي بمقادير البيكاتا، علشان بس الاول انا مستنيه تليفوناتكم على 0900 900 2600 من اي موبايل. طيب هنحتاج ايه؟ تعالوا بقى نسخن الطاسه كده واقول لكم هنحتاج ايه علشان نعمل البيكاتا. محتاجين صدور فراخ. طيب هنقطعها ازاي؟ هنقطعها شرايح. الصدور لما بنيجي نحطها في صوص مش عايزاها تبقى ناشفه قوي، فتبقى رفيعه جدا، مش اللي بنستخدمها في البانيه او بنقليها، لا الصدر على اتنين، يعني نشيل حته الفليتو ويبقى الصدر على اتنين. محتاجه كمان مشروم فريش، طبعا يستحسن الفريش احسن كتير من المعلب. محتاجه بصله مفرومه، ثوم مفروم، ربع كوبايه بقدونس، كوبايه كريم الطهي، 2 معلقه كبيره من الدقيق، نص كوباية مية وزبدة، ملح وفلفل وزعتر جاف. هقول لكم البدايل بتاعت الزعتر. نحط بس الزيت على الزبدة علشان مفيش حاجة تتحرق. من الحاجات المهمة الزبدة، يعني ما ينفعش اعملها بزيت، ينفع بس مش احلى حاجة. الاكلات اللي هي بتبقى فرنساوي شوية دي، الاطباق اللي محتاجة زبدة وكريمة، لا يستحسن انها تبقى بالزبدة. ناخد كده صدور الفراخ وننزل بيها طاسة سخنة، ونعمل كده نبرد الطاسة بتاعتنا شوية، نرجع الطاسة على النار. اي نوع زبده هيبقى هايل. والصدور تبقى متقطعه على اتنين، وممكن تقطعي بعد ما تقطعي على اتنين تقومي قطعه كده وكده، فتعمل لك كميه اكبر. نقفل لها بس المسامات بتاعتها خالص كده، ونشوحها تشويحه محترمه من الناحيتين. والطاسه لازم 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 تبقى سخنه، ما ننزلش ابدا بتشويح اي حاجه على طاسه بارده. ما تبقاش الطاسه تغنطوطه قد كده وانا عايزه احط فيها كميه الفراخ كلها مره واحده، فبرد الطاسه فتنزل ميتها، واستنى بقى لحد ما الميه دي تتشرب والحاجه تبقى مجلده ومش جوسي من جوه، ويعني بنبقى بوظنا الاكله في اول ثانيه. اول ثانيه بتبوظ مننا تماما.
احنا بناخد قطع كمان. محتاجة زبدة اكتر. نيجي بقى للبدايل. مش عايزة احط كريمة، خلاص ما تحطيش كريمة. ايه البديل؟ اللبن والدقيق وخلاص، بس هنقلل الدقيق، ما تبقاش بقى الدقيق كتير كده وكأنها في بشاميل. لا، انا مش عايزة تعمل بشاميل، انا عايزة تقل اللبن، فاللبن مع الزبدة مع الدقيق يديني طعم الكريمة، وهيديني طعم حلو قوي. بس الزبدة كتير شوية اكتر من اللي انا مستخدماه دلوقتي، فيبقى زبدة ودقيق ولبن. الفراخ بس الفراخ بشوحها كاني بشويها بالظبط. وقلنا المشروم ما ينفعش يبقى مشروم معلب، ليه؟ طعمه مختلف تماما تماما، فيستحسن ان المشروم يبقى فريش. عايزه تشيلي البصل شيليه، بيدي طعم ونكهه لذيذه. وانا من الحاجات اللي ما بحطهاش مثلا في البيكاتا بتاعه الفراخ اللحمه، ما بحطلهاش بصل، بس مع الفراخ بيدي طعم حلو. بس ينفع نشيله خالص من الوصفه ويبقى ثوم فقط. الثوم ملوش بديل الا اذا لو هتحطي ثوم باودر، اوكي مش احلى حاجه بس تمام. هنحط الدقيق احنا كمان، وهنحط زعتر فريش او زعتر جاف او روزماري، او نشيل خالص الاعشاب العطريه ونستكفى بالبقدونس اللي هنحط. كده نجيب بس الطنج. التشويحة دي مهمة، الحروقه اللي بتحصل في الطاسه دي مهمه جدا، هي اللي هتديني الطعم اللي هيقعد معايا لحد اخر الاكله. لان انا لما انزل البصل والثوم واخد بقى كل الحروقه بالحركات اللي في الطاسه دي، هي دي النكهه اللي انا عايزاها. عشان كده ببقى عايزه زبده مش زيت، عشان الزبده هي اللي بتدي التشويحه واللون اللي انا عايزاه. الزيت مش هيطلع معايا بنفس النتيجه. زي ما انتوا واخدين بالكم كده، الطاسه ما فيهاش نقطه ميه من الفراخ. ليه؟ عشان الطاسه واسعه كفايه، يعني تقضي كميه الفراخ في مساحه، ان انا كل حته اقلبها كده ويبقى عندها مساحتها. سخنه، ودي اهم حاجه، ما رشتش اي حاجه، مش عايزه ارش وانا شغاله. لو رشيت الفلفل الاسود هيبتدي يتحروق ويسيب لي اثار الفلفل الاسود على حته الفراخ. انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه اشويها بالزبده وبعدين هي هتاخد الطعم من الصوص. طيب اذا انا مثلا ما اشتغلتش بكريمه، بس عندي حتتين جبنه مربعات مثلثات في الثلاجه، احطها مع الصوص؟ احطيها، هتدي طعم حلو قوي. هبتدي بعد كده اشيل الفراخ بعد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. خلي الحته التخينه دي شويه تتشال اخر واحده، الرفيعين نشيلهم في الاول. لما الفراخ توصل للمرحله دي ويبقى عندك لسه فراخ نيه، ما ينفعش نحطها، لازم نشيل الطاسه خالص وبعدين نحطها. نشيل جوه اللي جوه الطاسه خالص، اللي هو اوريدي تقريبا دخل في السوا، فاضل له تكه بسيطه هياخدها من
تسوية الصوص من حرارة الصوص. ننزل بقى بالفراخ كده، حط لها الزبدة، فتحاولي وانت بتشوي تشوي على مرتين ثلاثة مش مهم. طرطشت الزيت، مش قادرة اقول لكم عملت ايه في ايدي. شيل بس كده عشان ايه البوتاجاز بيتلكك انه يقفل. نكلم دينا. يا دينا ازيك؟ الو. اهلا، ازيك كتير؟ اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. الحمد لله، احنا بنحبك جدا. وانا كمان بحبكوا قوي، ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا رب. ممكن تقول لنا تعمل لنا حلقه عن الترس والكريمات اللي بتتحشى بيها الترس؟ حشوات يعني، ومن والقصه دي. حاضر. والجناش والموس والحاجات دي، عايزين حلقه مخصوصه ليها. حاضر، من عينيا. نجهز حلقة عن الكيك. حاضر، أنا ورغدة نشتغل عليها ونجهز لكم حلقة حلوة قوي إن شاء الله. خلاص بقى لها، هي رفيعة بقى لها بس إيه سكة بسيطة كده ونشيلها على طول. كفاية كده، يلا ماشي. نهدي بقى الطاسة كده من بعيد وننزل بإيه؟ بالبصل. أول حاجة البصل هو اللي هيلملي كل الحركات اللي في الطاسة. عايزاه يدبل والطاسة وهي سخنة هتلاقوها على طول دبلت البصل في ساعتها. ونكلم منار. يا منار ازيك؟ اهلا. أيوة اهلا. شوف دعاء عاملة ايه. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير يا حبيبة قلبي. كل وصفاتك جميلة والله. شكرا، انت اللي جميلة. ممكن اسأل سؤال؟ أموري. عايزة طريقة للكبد والقوانص بس بطريقة مختلفة يعني عن اللي بنعملها. طريقة يعني مثلا عايزة تحطيها في رز؟ عايزة طريقة مختلفة. حاضر اوكي، فكر لك في طريقة مختلفة. حاضر. طيب نزلت بالبصل ومش بالثوم، اوكي. هنزل دلوقتي بالمشروم. انا رافعة بس الطاسة من على النار لان انا الطاسة عندي حديد الزهر ده بيسخن وبيحتفظ بالسخونة فبيطول على ما يهدى، فعشان كده رفعها من على النار بس هنرجعها دلوقتي. تشويحة. خدوا بالكو المشرومز مش من الحاجات اللي بتاخد وقت في السوى ابدا، ومش مطلوب مننا ان احنا نعرف انها استوت لما تدبل او تكش قوي او تصغر قوي، لا هي محتاجه انها تاخد تشويحه وخلاص على كده هو بيبقى استوى. فبلاش السوى الزايد مع المشرومز. هحط الثوم دلوقتي، واول ما شم ريحته زي ما انا شمه دلوقتي هنزل بشويه ميه مغليه. بصوا اللون بقى، عملنا براون صوص خطير، صوص بني محترم. من ايه؟ من حروقه الزبده وبعدين البصل وبعدين بقى ايه نبتدي دلوقتي ننزل له الفلفل الاسود كده. تاخد فلفل اسود سنه زياده. نزل الملح ونقلب. ننزل الكريمه كده. ونجيب المضرب وننزل الدقيق بس حبه صغيرين.
مش هنزود الدقيق. سريعا سريعا هنعمل كده. وبعدين نرجع الفراخ مكانها. تكمل بقى السوى وتشرب من الصاص وننزل كل العصارة دي، مهمة جدا. نعمل كده كده. هنرجعها تاني طبعا على النار ونهدي النار بقى شوية. كده تمام. اول ما النار تهدى هتبتدي تبكبك بالراحه وتديني صوص خطير. بصوا لون الصوص حلو ازاي. انا عايزه الفراخ تتشرب شويه من الصوص ده، ولما تلاقوا الصوص بيتقل قوي تقدروا ان انتوا تخففوه بشويه ميه. بلاش لبن كتير علشان ما يبقاش بشاميل. رشة الزعتر نفركه كده بايدينا. عندك بقى صويا صوص عايزه تحطي معلقه، تمام. عندك فيش صوص اللي هو صوص السمك المحار ده، عاده بنشتريه وما بنبقاش عارفين نستخدمه في ايه، ممكن نحط معلقه. فهو الصوص كده جاهز بيزك لذيذ جدا، ما فيهوش اي اختراعات ولا صوصات. احنا استخدمنا زبده، ثوم، بصل، فراخ، وشوية كريمة. وقلنا بديل الكريمة ان احنا نحط زبدة ازيد شوية في الاول، ونحط لبن ودقيق، بس الدقيق يبقى قليل. يعني سي احط كوباية لبن احط نص معلقة دقيق كبيرة بس كده، مش عايزين نزود قوي في الدقيق عشان ما يبقاش مكلكع ويبقى تقيل بزيادة. انا عايزة الصوص يفضل كريمي كأنه فيه كريمة. عندك حتتين جبنة مثلثات او مربعات اهلا وسهلا، ما عندناش مش مهم. كده الفراخ تقريبا خلصت، ناقص لها بس رشة البقدونس او الكزبرة ايا كانت عندك هي ايه، بتدي ريحة حلوة قوي. بس يستحسن ان احنا نحطها يدوب قبل الاكل، يعني خلاص خلصت تقومي رشة الرشة دي، تدي طعم ونكهة فراش كده ولذيذة قوي. بعد الفاصل هنعمل ايه؟ ممكن نسلق المكرونة، وممكن نعمل البسبوسة، ونخلي المكرونة بالصوص بتاعها عشان هو سهل قوي نخليه في الآخر. نطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش أي حاجة. رجعنا من الفاصل وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل البسبوسة عشان ندخلها بقى في الفرن كده وتلحق تستوي. عندنا ايه؟ البيكاتا اللي احنا عملناها بصوا اهي، هتلاقوها بتبقبق كده بالراحة. انا عايزاها تستوي وتتشرب، فوطيت عليها النار. محتاجة ان انا اوطي عليها النار حوالي 5 دقايق 6 دقايق، حاجة يعني بسيطة كده لحد ما اطمن ان هي اكيد اكيد استوت، والصوص كمان كده مسك نفسه شوية. واذا حبيتوا ان انتوا تزودوا ربع كوباية من المية زي الفل. طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل البسبوسه. تعالوا اقول لكم بقى هنعملها ازاي. دي بسبوسه بمقادير مختلفه تماما عن البسبوسه العاديه الطبيعيه بتاعتنا. بصوا هتبقى عباره عن ايه؟ كوبايه سميد، كوب من الدقيق، كوبايه من جوز الهند الخشن، عايزين باكو كامل من البيكنج باودر، وباكو كمان من الفانيليا، رشه ملح، كوبايتين زبادي من الكوبايات المعياريه. ممكن تخلوها كوبايه ونص، مفيش مشكله، يعني من كوبايه ونص لكوبايتين ظابطه معاكم. محتاجين كوبايه سكر ونص كوبايه من الميه. محتاجين بقى كمان جوز هند شويه كتير، مش هقول لكم قد ايه، احنا ممكن تستخدموا كوبايه ممكن تستخدموا اقل، علشان هنرش عليها من فوق جوز هند ومن تحت كمان رشه جوز هند محترمه، فهي
جوز هند في جوز هند. السيرب عباره عن ايه؟ كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، وعصير ليمونه، ونسيبهم على النار، ما نقلبهمش لحد ما يبقى سيرب مش تقيل، لازم يبقى خفيف شويه. اوكي يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب القالب بتاعنا اللي هنشتغل فيه، ده قالب ازاز عندكم كلكم نفس القالب ده، هتحطوا فيه شويه زبده، وهنشيل جوز الهند على جنب كده، ونعمل كده اهو، نفرش جوز هند من تحت. ده طبعا طبق محبي جوز الهند. انا كانت علاقتي سيئه جدا بجوز الهند، ومش عارفه الحقيقه ايه اللي حسنها. علاقتي بجوز الهند اتحسنت كتير كتير عن زمان. نيجي بقى هنا كده، نجيب معلقه ونحط مقاديرنا على بعض. حاضر. اوكي يلا بينا نحط الدقيق. ممكن تحطوا كل الحاجات الجافه على بعض، وتحطوا السوائل على بعض، وممكن كله على بعضه، فحطوا كل حاجه على بعضها. ادي دقيق السميد، وادي جوز الهند، نعمل كده، وادي كوبايه من الدقيق الابيض. طبعا البسبوسه العاديه ما فيهاش اي دقيق ابيض، او احيانا بنحط لها معلقتين بس، دي الدقيق الابيض فيها زيه زي الدقيق السميد بالظبط. نحط كمان السكر، وادي البيكنج باودر والفانيليا، ممكن رشه ملح، هنقلب كل الحاجات الجافه على بعضها. ننزل بالزبادي، كوبايتين من الاكواب المعياريه، يعني هتديكوا تقريبا اربع علب زبادي من العلب الصغيره. عايزه كوبايه ونص زبادي، وتحطي مثلا شويه لبن مفيش مشكله. انا حاطه كمان ميه، حاضر. تقيلة، هي العجينة بتاعتها تقيلة. السوائل هنا احنا معتمدين على الزبادي والمية، عشان كده الزبادي كتير. نقلب كويس كل المقادير كده على بعضها، عشان نطمن ان كله تمام. زي الفل. نروح بقى نحطها في القالب. نوزعها كده، درجة حرارة الفرن 170 أو 180 على حسب درجة حرارة فرنك، بس 170-180 زي الفل. نوزع كويس. وبعدين نروح ايه، انا حركته معلش، ننزل بجوز الهند على الوش، رشة برضو محترمة. جوز الهند هنا جوز هند خشن. فلو عندك جوز هند من رمضان بقى، طلعي ايه الكيس كده، عشان نعمل الكيكة دي لذيذة قوي. نغطي الوش كله كده.
كده تمام، ندخلها بقى الفرن ونسيبها لغاية ما وشها يحمر. كده تمام، يلا بينا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبص على الفراخ، وعايزة كمان احط لها البقدونس. بصوا اهي الصوص مظبوط، القوام بتاعه تمام جدا. رش لها بقى الرشة اللذيذة دي، بيدي طعم تحفة مش بس شكل. وعندي المكرونة، علشان لما نرجع من الفاصل هنعمل المكرونة. عايزة أملحها واسلق المكرونة. هسلق المكرونة لمدة 6 دقايق 7 دقايق، بس ما نكترش عن 7 دقايق، يعني 7 دقايق ده تمام جدا، أكتر من كده لأ. نملح بقى المكرونة بحبة ملح حلوين كده، ما نحطش زيت. لو بنستخدم نوع كويس وهي مش تلزق في بعض ولا حاجة، انا عايزة اسلقها من غير ما اكسرها. كمان المية بتغلي، هنزل المكرونة كده، هي هتنزل كمان شوية وبس. نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل، يلا فاصل. رجعنا من الفاصل، بصوا بقى المكرونة استوت اهي، يلا بقى نصفي. هنعمل لها صوص لذيذ قوي، يعني من ايه، من برضو الحاجات اللي في البيت كده، لذيذ جدا. بس احنا عايزة استخدم مية المكرونة، فمش عايزة المكرونة. أهم حاجة، أهم حاجة إنها ما تتسلقش جامد. أول ما تبقى فيها عضة كده زي ما بنقول الدانتي، أو زي ما الطلاينة يعني بيقولوا، بتبقى زي الفل. تستحمل معانا بقى إنها تشرب صوص، تستحمل معانا إنها تاخد وتدي مع طعم الصوص، مش أول ما أحطها ألاقي النشا قامت موجودة بقى وهي اللي ملت مركزها في الصوص وغطت على طعم الصوص. وده على فكرة بيرجع برضو لنوعية المكرونة. لو المكرونة نوعها كويس بتبقى أحلى حاجة. واللي احنا هنعمله النهاردة ده محتاج مكرونة نوعها كويس قوي. أنا كده تمام اصطدت كل المكرونة، خلي المية على جنب، نشيل الطاسة بتاعتنا بتاعت الفراخ نحطها هنا، ونرش لها كمان شوية من الكزبرة أو البقدونس، حاجة تكون طعمها لسه فريش، رشة لذيذة. ورشة الفلفل الأسود في الآخر برضو من الحاجات الحلوة قوي. ويا سلام بقى، ويا حلاوته ويا جماله لما بيبقى لسه مطحون. طبعا هتقولولي الصوص ده كان محتاج رز، زي ما كل الناس النهارده بتقولي في الاستوديو، فين الرز؟ ليه عامله مكرونه؟ انا عامله مكرونه للتغيير، علشان عاده بنبقى مش عايزين ناكل حاجه بصوص مع رز كتقليدي. ليه عملت مكرونه؟ انا حسيت ان المكرونه دي طبق محتاج حاجه جنبه بصوص، يعني انا اقدر اولا اخد من الصوص ده واحط على المكرونه، واخد من المشروم كده واحط عليها وخلاص، او ان انا اعمل اللي هعمله دلوقتي في الطاسة فتطلع لي مكرونة بيضة بس ليها طعم تحفة. بس اللي هو طب ما انا هاكلها جنب ايه؟ هاكلها جنب حاجة مقلية مثلا؟ لا،
كلها نواشف كده وتحسوها ايه ده الاكل ما فيهوش ولا حاجه صوص، كله ناشف في ناشف، فمش هيبقى لذيذ. طالما عندي حاجه فيها صوص ممكن جدا ان انا اقدم جنبها طبق المكرونه اللي احنا هنعمله النهارده. خلوني اقول لكم مقاديرنا ايه اللي هنستخدمها في المكرونه بالزبده والثوم. هنجيب كيس مكرونه سباجيتي او اي نوع مكرونه بتحبوه، بس هي بتليق قوي على السباجيتي والشريط اللي هي الفيتوتشيني. وبعدين هنسلقها زي ما سلقناها كده وتبقى يا دوب نص سلقه. وهعمل بعد كده هحتاج ايه؟ 3 معلقه كبيره من الثوم المفروم او حتى ثوم شرايح، محتاجه شويه زبده 4 مكعب 3 مكعبات، محتاجه 3 معالق كبار من الدقيق، وممكن نشيلهم، انا هستخدم من غير دقيق، الصوص ده مش هستخدم فيه دقيق، شيلوا لي الدقيق. ممكن يا رغده نشيل الدقيق. ما هستخدم جبنة بارميجان، عايزة تستخدمي جبنة رومي ما عنديش أي مشكلة. ملح وفلفل أسود وميرامية. الميرامية الخضرة دي وجودها في البيت يا جماعة خطير. بصوا أهي أهي، أيوة دي أنا اللي زرعاها على فكرة، دي حقيقة أنا زرعاها وجايباها من البيت، لذيذة قوي قوي قوي. ميرامية، في ناس بتقول مرمية وفي ناس بتقول مريمية وفي ناس بتقول مرمرية، بس أنا بالنسبة لي مرمرية هي المكرونة المرمرية الصغيرة، لكن هي مرمية يعني على ما أعتقد. العشبة دي أصلا في البيت خطيرة، لازم يبقى عندكم في البيت شوية حاجات مزروعة، سواء بقى في جنينة في بلكونة في البوتس دي بتاعت الزرع في أي حاجة، المهم إن احنا يبقى عندنا نعناع، مرمية، زعتر، اي حاجه مزروعه تدي الاكلات اللي هي محتاجه حاجات فريش دي. معانا تليفون يا عبير، ازيك؟ هدير، سوري هدير. ازيك يا دود؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تسلم ايدك. تسلم يا روحي. معلش كنت عايزه اعرف بس طريقه تخلي الكيكه ما تهبطش مني. طريقه للكيك ما تهبطش منك؟ حاضر، اوكي، من عيني. حاضر. طيب الكيك علشان ما تهبطش منك خلينا نبقى متفقين ان احنا مقاديرنا لازم تبقى مظبوطه، فانت لو ماشيه على مقادير مظبوطه جدا ومقاديرك تمام وزي الفل والبيكنج باودر بتاعك فريش ومش فاتحين الكيس وسايبينه بقالنا 15 سنه في الثلاجه وكل شويه نفتح الثلاجه ونفتح الحاجات ونفتح الاكياس يعني ممكن جدا يبقى نوع البيكنج باودر قديم او الكيس مفتوح، يعني نطمن ان الكيس بتاعنا جديد او هو محطوط حتى في علبه، لان ساعات بنشتري بيكنج باودر في علب كبيره كده وبنسيب الكيس مفتوح، ده ما ينفعش خالص، لازم بيكنج باودر يكون جديد تاريخ انتاجه حديث والفرن بتاعك توزيعه كويس قوي، يعني موزع الحراره كويس جدا، وانت حاطه في النص القالب يبقى في النص وعلى الشبكه والشبكه تبقى في النص، وتكوني حاطه صينيه، ده بقى حاجه مهمه قوي، صينيه او صاج الومنيوم تحت القالب، دايما بقول لكم كده، يعني زي مثلا ده القالب نقوم جايبين صينيه وحاطين كده، بس الصينيه تبقى ليه بقى؟ علشان القالب بيبقى في حته الحراره فيها ممكن تكون اعلى من الثانيه، ما هو متوزعه كده، يعني اللي هي اسمها ايه التجزيعه بتاعه القالب او الشكل اللي بياخده القالب بيخلي في حته وحته، فتوزيعه الحراره ما بتبقاش مظبوطه. ما نفتحش على كيك قبل 30 دقيقه، ما نفتحش ابدا ابدا خالص، ولما تطمني ان الكيك تمام افتحي واربي الباب واقفلي وسيبيه شويه، وبعد كده طلعيه وتعاملي معاه ان شاء الله هيبقى زي الفل. كنا بنقول ايه قبل التليفون؟ كنا بنقول انه لازم يبقى عندنا في البيت شويه حاجات ريحتها حلوه، النعناع للشاي، المراميه دي يا جماعه اختراع للناس اللي عندها دايما مشاكل في معدتها وبطنها بتوجعها، لما بيبقى عندك حد صغير في البيت اطفال او حاجه على طول يقولوا لك بطننا بتوجعنا وبتبقى شويه تقلصات، مفيش حاجه ممكن تغليلهم شويه المراميه، دول تحفه ومريحه جدا 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 لالام البطن، مش قادره اقول لكم قد ايه هايله في التقلصات. نعم حاضر. نبص على اللي في الفرن. لا تمام، احنا خلصنا خلاص اللي في الفرن، كمان ممكن تطلع تهدى. يلا
اخذت لون خطير. نكلم ياسمين. الو يا ياسمين، ازيك؟ اهلا اهلا، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي، الحمد لله. معلش عايزه استفسر بس على حاجه، لسه متجوزه جديد فمش عارفه بقى هل ينفع اعمل الوصفه، وصفه البيكاتا باللحمه على نفس الطريقه دي ولا ما ينفعش؟ اللحمه اه طبعا ينفع بنفس الطريقه، مفيش مشكله خالص، بس هي نوعيه اللحمه بقى. هنا بقى هنروح لنوعيه اللحمه، لانه اللحمه لو هي مش هتستوي معايا في الاول زي الفراخ هتعملي مشكله، فهسوي اللحمه الاول خالص، شرايح اللحمه سواء هتعملي ببوفتيك، هتعملي بفليتو، اي نوع لحمه هتعملي، حتى قطعيه الشاورما دي وتبقى زي البيف استراجانوف، اي حاجه. المهم ان انا اطمن الاول ان انا بعد التشويح هحط ميه في ميه في ميه في ميه لحد ما تستوي وتوصل للنتيجه ان الفراخ خلاص استوت. تعاملي بقى بنفس الطريقه، شيلي بقى وحطي بقيه الحاجات بتاعتك والصوصات بتاعتك وكل حاجه ورجعي اللحمه وهي تستوي، فهي بنفس الطريقه طبعا. يا ملك. الو. الو، اهلا اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ بحب حضرتك جدا. شكرا، ربنا يخليكي. بقولك عايزه طريقه البيتزا. حاضر يا حبيبتي، من عيني. العفو. تعالوا نبتدي في المكرونه، ولو طريقه البيتزا موجوده يا رغده ممكن تنزليها. ماشي. طيب انا هنا عملت ايه؟ محتفظه بالميه علشان هستخدمها. المكرونه اتسلقت، دي ميه سلق المكرونه. عندي كمان، تعالوا بقى نشيل الحاجات دي مكانها برضو. عندي هنا ايه بقى؟ شوية الجبنة البارميجان دول هما اللي هيدوا النكهة والطعم وهيعملوا لي صوص. فواحدة واحدة، احنا هنحط الزبدة الأول. احنا هنعمل صوص زبدة. المرامية، علشان ناس كتير قوي هتسألني عليها، المرامية الخضراء مش دايما موجوده في السوبر ماركت، ومش دايما موجوده في عند الخضر يعني. طيب نعمل ايه؟ نستخدم بدلها المراميه الناشفه، ودي موجوده عند العطار عادي جدا، المجففه هتلاقوها حتى لونها شويه ابيض كده، ابيض على جراي كده. حتى المراميه المجففه دي طعمها تحفه، ولما بتتحط على الشاي وبتتغلي مع الشاي بتبقى خطيره، بيبقى طعم تاني خالص للشاي غير اللي بالنعناع. انا بقى كنت جايباها منين؟ كنت جايبه زرعه الصغيره دي من معرض الربيع اللي دايما بيتعمل في الاورمان، في حديقه الاورمان، في معرض ربيع كده اللي هو معرض الزهور، ده بيتعمل في شهر 4 وشهر 5، لذيذ جدا. المعرض ده بيقعد شهر، بروح بقى اجيب كل الزرع من هناك، والحاجات دي بيبقى تحفه بجد. فحاولوا ان انتوا لو عرفتوا تنزلوا وقت المعرض واشتروا من هناك الحاجات الصغيرة دي، في بقى المرامية والزعتر البري والزعتر العادي اللي اختراعات. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الثوم على الزبدة. هنحط كمان بشر ليمون، دي المبشرة بتاعت جوزة الطيب. نحاول بس ما ناخدش الابيض ده عشان ممرر، وبشر الليمون يكون الليمونة مصفرة شوية. اللي مش هيحب طعم الليمون بلاش يحط بشر الليمون، يشيلها من الوصفة. ثوم، زبده، بشر ليمون، وادي المراميه. نطلع بقى الزيوت اللي جوه المراميه دي كده. وريحتها تطلع، اقوم نازله بالمكرونه.
ومعايا بقى الجبنه بتاعتي، انا مستخدمه جبنه بارميجان. بصوا حط شويه من الفلفل الاسود مش كتير، رشه ملح بسيطه، خدوا بالكم عشان الجبنه كلها ملح. وناخد من الميه بتاعه سلق المكرونه ونحط على المكرونه بالشكل ده. نحط لها بقى مرميه تاني كده، وجبنه تاني وميه مكرونه تاني. بصوا الصوص، مقادير عجينة البيتزا اللي اتطلبت مننا هتنزل حالا. بصوا الصوص، في صوص، في صوص، وهو صوص جبنة، زبدة، مية سلق المكرونة، نكهة المرامية القوية جدا، بس كده حاجة في منتهى السهولة والبساطة. احنا قدامنا قد ايه معلش؟ ماشي، لا تمام اوكي، انا بس بطمن يعني. لا هقدمها كده. بس عايزه ايه، كنت اعملها كور كور كور. مش عايزة الجبنة تسيح، نشيلها من على النار. ريحة المرامية خطيرة. اه خلاص كده. نحط بقى دول كده. ايوه فكرني ليه. طيب ادي المراميه بدل الريحان، عشان احنا متعودين نحط ريحان، نعمل كده. بصوا بقى، ويا سلام بقى على بشره ليمون كمان فرش كده على الوش. يومي يومي. ادي طبق المكرونة.
المكرونه كده تمام هنا. البسبوسه بقى اللي احنا عملناها عايزين نحط لها السيرب وهو وهي سخنه. يلا بينا نعمل كده. ماشي، نقطع قطعة من البسبوسة عشان اوريها لكم. طبعا دي اللي بردت وسقيناها كمان. نطلع قطعة، في حاجة اطلع بيها تفتكري؟ بليز. يلا بينا. نوسع لنفسنا كده من الجناب، نحاول ايه نطلع قطعة، يعني ياريت ياريت تطلع معايا مظبوطة من غير ايه ما تضايقني. اوبا يلا اهي، شايفينها كده؟ نقدمها كلها. يلا بينا. هي عالية وجميلة قوي، هتنبسطوا بالوصفة دي جدا عشان هي مختلفة، هتحسوا ان هي فيها حاجة غريبة بس لذيذة جدا. وليه بيعمل كده؟ عشان احنا مش مقعدينه صح، صح؟ طيب المهم ان انتوا شايفينه كويس. كان المفروض اقلبه على الناحية التانية. كفاية كده، كفاية كده، يلا بينا. هنا تمام صح؟ نشيل كل الأشياء وأقول لكم عملنا إيه النهاردة. يلا عملنا إيه النهاردة؟ بس قبل ما اقول عملنا ايه النهارده، عايزه اقول لمصطفى غنيم كل سنه وانت طيب. مصطفى معانا هنا من الكرو بتاعنا في التصوير، وعايزه اقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد، هابي بيرثدي. احنا كل يوم عندنا مناسبه سعيده، احنا تيم واحد، فعايزه اقول له كل سنه وانت طيب يا مصطفى.
عايزه اقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الهجريه الجديده، يا رب سنه جديده وسعيده، يا رب كل الامنيات اللي عندكم في الدنيا تتحقق السنه دي، يا رب سنه هاديه وكلها كده راحت بال علينا كلنا، لان دي بصراحه الحاجه الوحيده اللي بتمناها مع اي بدايه جديده راحه البال، فيا رب يرزقنا راحه البال ويرزقكم كل دعواتكم يا رب السنه دي تبقى سنه سعيده عليكم. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا فراخ بالمشرومز اللي هي بيكاتا الفراخ، وعملنا كمان صينيه بسبوسه كده بتفاصيل جديده شويه، هي كيكه بسبوسه، بسبوسه على هريسه بس لذيذه، امشوا على المقادير هتنبسطوا جدا. وعملنا كمان طبق مكرونه بسيط جدا بصوص الزبده والمراميه والجبنه البارميجان. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، يا رب تكونوا انبسطتوا وتسليتوا واستفدتوا. اشوفكم بكره على الهواء على خير ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستغرام فيسبوك ويوتيوب، وصفحتي الشخصيه دعاء السمنودي بالعربي والانجليزي على انستغرام وفيسبوك. اشوفكم على خير، باي باي.